صباح الخير من جديد لكل مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم. وأكيد إذا في أشخاص هلأ صحيوا وعم بيشربوا قهوتهم وانضموا لإلنا على شاشة التلفزيون الأردني بحلقة جديدة من يوم جديد، أكيد منرحب فيهم. اليوم زي ما قلنا تحضيراتنا لشهر رمضان المبارك من خلال حلقتنا وضيوفنا وفقراتنا اللي بتتحدث عن الصيام وبعض التحديات اللي ممكن الأشخاص يمروا فيها. اليوم عم نحكي عن مرض السكري، ومرض السكري نوعا ما لأنه كمان مرتبط بالأكل بشكل كتير كبير، وفي لهم اكيد مرضى السكري ادويه خاصه لازم انهم ياخذوها. اوقات كثير ما بيعرفوا اذا هم بيقدروا على الصيام او لا، هذا الشيء ممكن يضر فيهم او لا، وحتى لو انهم قدروا انهم يصوموا يمكن في بعض التفاصيل لازم ياخذوها بعين الاعتبار. كل هذا واكثر رح نعرفه من خلال ضيفنا لهذا الصباح الدكتور حسام الحوري، وهو استشاري غدد صماء وسكري في الجامعه الاردنيه. صباح الخير ويعطيك الف عافيه دكتور. صباح الخيرات وكل عام وانت بخير. وانت بخير يا رب ان شاء الله، هالشهر الفضيل هيك بينعاد على الجميع بكل الخير. آمين. كيف الاجواء؟ آمين. شايفها بالحديقة؟ ما شاء الله ما شاء الله، ربيع جميل، الله يحمي البلد. تسلم. آمين يا رب. دكتور حسام، نعرف قديش الصيام هو فريضة، وكثير من الأشخاص اللي الله ابتلاهم إذا بدنا نقول بمرض السكري، واللي إحنا دائما بنقول هو مرض صديق إذا الواحد عرف إنه كيف يتعامل معه، ولكن صحيح. محتاجين لأدوية معينة، محتاجين لتفاصيل معينة يأخذوها بعين الاعتبار. خلينا نحكي شوي عن ارتباط مرض السكري، سواء زي ما حكينا تحت الهواء النوع الأول أو الثاني، بالصيام تحديدا. هلا اخر 10 سنين شوي صرنا نعمل جمعيات للسكري والصيام. بتعرفي معظم الدراسات بامريكا كانت قليل الدراسات على السكري والصيام، فصرنا احنا كدكاتره شرق اوسط مسلمين وعرب يعملوا دراسات على السكري والصيام، خلصوا الى يعني نتيجه انه ممكن نقسم مرضى السكري لثلاث اقسام. بدي أضرب أمثلة لأنه أكثر من مثال على كل مجموعة، بس المجموعة الأولى التي ما بنصح فيها بالصيام بالمرة، هاي بكون فيها ضرر على المريض وممكن يروح يعني ممكن تأثر على حياته أو تسبب له مضاعفات لها أثر مزمن عليه. هذا ممنوع الشخص ممنوع اللي بيعاني، ممنوع يصوم. دائما بحكي للمرضى قديش صعب علي أقول له ممنوع تصوم، يعني صح. أنا ماخذ مسؤولية كبيرة، قديش محزن بالنسبة يعني لهم. بس صح. إحنا بندرس القرار والحمد لله، هلأ بما أنه في زي قادلان زي في التبعات نتبعها، فالواحد شوي برتاح، بس يحكي للمريض ممنوع تصوم لأنها مسؤولية. صح صح. مثل هدول المرضى مثلا النوع الاول بكون ماشي على كم نوعين انسولين بسميه طويل مدى وسريع، وبكون التراكم عنده 10، يعني لا هو منتظم بالايام العاديه، السكر عنده مش منتظم، فكيف هذا مع الصيام؟ بدنا نغامر هبوط سكر او ارتفاع سكر وحموضه، وممكن هبوط السكر بفهم المرضى ساعات الصيام حاليا 15 ساعه، يعني ممكن يهبط السكر يغيب المريض بالبيت ويموت وهو مش عارف. لا سمح الله. صحيح. طيب أما النوع الثاني والثالث؟ في المجموعة اللي وسط هاي مثلا نفس مثلا واحد نوع ثاني سكري ماشي على إنسولين طويل مدى، ماشي على حبة السكري بزيد إفراز الإنسولين بنسميها الأمريل أو السلفونيوريا، بس منتظم عنده تراكم 7، هدول مخليهم يصوموا، بس طبعا بدي بتبعوا إرشادات محددة، نخليه أول أسبوع يفحص كل ساعتين ثلاث أثناء الصيام، ننبهه إذا نزل تحت 70 لازم تفطر. دائما بحكي للمرضى تحت 70 ضل الفطور ساعتين، ما تحكي راح اصبر بستنى، هذا مريض ماشي على انسولين، الانسولين شغال بجسمه. هلا الانسان الطبيعي اذا نزل سكره تحت 70 البنكرياس بودي مسج بتوقف افراز الانسولين. مريض السكري للاسف مش هيك، هو ماخذ انسولين خارجي، صح، فما في عنده بنكرياس يقول ما راح يوقف الانسولين، راح يضله شغال سكره 60، صبر ساعه 50-40 وبروح بغيبوبه. ففي تعليمات بنعطيها للمرضى الحمد لله بمستشفى الجامعة الأردنية، آخر 3 أشهر كل مرضانا، معظم مرضانا اللي زاروا جهزناهم بشهر رمضان، منهم اللي نصحناهم ما يصوموا، منهم نصحناهم يصوموا وأعطناهم تعليمات، ومنهم نصحناهم يصوموا ويجربوا. تمام. يعني إذا تغلبوا بيفطروا. تمام. والنوع الثالث؟ النوع الثالث بيجي مريض سكري نوع ثاني ماشي على مثلا منظم السكري بسموه المتفورمين بسموه منظم او مساعد، هذا ما بنزل السكر، واذا عنده تراكم مليح هذا كثير سهل يصوم عادي، بيقدر ياخذ الحبه مع الفطور لما بيفطر. ممتاز ممتاز.
اذا يعني هاي امور خلينا ناخذها بعين الاعتبار. احنا بنحكي دائما ويمكن سمر بالبدايه استعراض الفقرات قالت انه في كثير من اكيد الشيوخ والفتاوي اللي بتقول انه اذا الصيام بيتعارض بشكل كثير كبير زي ما انت قلت دكتور مع صحتنا فهم معفيين من الصيام لانه ممكن يكون في تاثير على حياتهم بشكل كثير كبير. فالنوع الاول اللي هم اصلا حساسين وحكينا تحت الهواء انا وحضرتك قديش مع الادويه بيكون في صعوبه بالتنظيم الأيام العادية حتى بدون صيام بالضبط مع الصيام. طب لما بنحكي عن مرضى السكري احنا قلنا النوع الأول خلنا نستثنيهم لأنه ممنوع معظمهم ممنوع يصوموا. حالات النادرة النوع الأول اللي بيجيني تراكم تبعه 7 ومنخفف له الجرعات مثلا وملتزم أنه يفحص كل 2-3 ساعات بخليهم يجربوا بس هدول نسبة قليلة يمكن 10% متابعون النوع الأول اللي ممكن نحاول نخليهم يصوموا. هلا احنا بنفضل أكيد كل حالة بحالتها يسألوا الطبيب الخاص فيهم حتى يقدروا إنهم يعني ياخذوا بالتفاصيل الموضوع، ولكن احنا اليوم عم نحكي في العموميات. لما بنحكي عن النوع الثاني اللي بيقدروا ياخذوا أنسولين على المدى الطويل وقلت لي نوعا ما منظمة عندهم الأمور، كيف ممكن يتعاملوا مع الصيام؟ وعم نحكي عن تقريبا زي ما قلت 15 ساعة من الصيام سواء الفطور صاموا صحيح. أوكي؟ خلال فترة الصيام كيف بيقدروا يفحصوا السكري، وعلى الفطور كيف يعملوا يعني مع الإفطار ما يخبصوا بأكل 100% وما السحور حتى كمان ما يضروا حالهم. مريض السكري أي واحد صايم بعد 15 ساعة صيام زي بأخذها عذر أنه بده يأكل اللي بده إياه على الفطور. حتى الناس اللي ما معهم سكري بحكي لهم يعني راقبوا الكربوهيدرات، راقبوا حجم الاكل. بس مريض الكربوهيدرات والسكريات لانه قطايف تمر هندي بعدين على ليمون والرز ويعني كله نشويات في الفطور. البورشن سايز يعني البورشن سايز مليحه لمريض السكري وحتى مش مريض السكري، بس مرضى السكري لهم حاله خاصه طبعا. هلا مرضى السكري النوع الثاني برضه حكينا اللي بيقدروا يصوموا على فطور بعطيهم الجرعات اللي بسموها القويه، مثلا اذا ماشي على دواء السلفونيل يوري هذا الامريل هذا بزيد افراز الانسولين بخليه ياخذه مع الفطور. الانسولين السريع بخليه ياخذه مع الفطور بعطيه جرعات هاديه على السحور. وزي ما تفضلتي كل مريض له حاله خاصه، وبنصح كل مريض سكري يزور طبيبه السكري قبل رمضان مشان ينصحه على حالته الخاصه هل هو بيقدر يصوم ولا لا. طب دكتور هل بتفضل انه الاشخاص يعني احنا بدنا نحكي حتى احنا عنا مش كمرضى سكري ولكن إذا بدنا نحددها كمرضى سكري إنهم يبلشوا يهيئوا أجسامهم للصيام قبل بوقت يعني قبل بيومين 3 يعني إحنا هلأ مش عارفين تحديداً إمتى رح يكون أول يوم بشهر رمضان المبارك سواء الاثنين أو الثلاثة، إحنا اليوم السبت، هل بتفضل إنه يهيئوا أجسامهم مثلاً من اليوم للصيام؟ في أشياء معينة لازم يعملوها مثلاً؟ شكراً لك. هذا مفضل وبالعكس أنا بحبه مشان يشوف جسمه خلال هالفترة هو مش صايم بفحص السكر وشوف إذا صام فترة أطول هل بينزل معه السكر. إحنا عادة نخفف لهم الجرعات 25-50% احتياط، بس هو بيقدر خلال هالفترة التحضيرية يجرب جسمه شاف سكره بينزل بيقدر يخفف الجرعات. ما بيجي رمضان إلا هو جاهز من ناحية جرعات الإنسولين، عارف جسمه الأدمين. وعارف التفاصيل وقادر إنه يتعامل معها، لأنه إحنا طبعا ما بنستغني عن الأطباء بس الواحد بيقدر كمان يعرف جسمه أكثر على شو بيقدر. لما نيجي نحكي عن النشاط البدني أوكي وإحنا بشكل عام يعني كسلانين والكل اللي ما بيسجل بجيم مش مستعد إنه يطلع يمشي لا بيتحرك ولا بدرج لا بيمشي بالشارع ولا أي تفاصيل. في ناس بيسجلوا بالجيم بس ما بروحوا. أنا واحدة منهم صراحة يعني بس عم بحاول أقاوم هاي العادة السلبية. بس مرضى السكري الرياضة صديقتهم يعني صحيح. يعني هم يمكن من أكثر الأشخاص اللي لازم يمارسوا التمارين الرياضية 100%. فشو بتحكي لهم عن النشاط البدني خاصة خلال فترة شهر رمضان وإمتى أفضل وقت إذا بدهم يعملوا الرياضة؟ النشاط البدني بده كربوهيدرات مريض طاقة. مريض فترة صيام 15 ساعة أثناء الصيام صراحة بخاف لأن النشاط البدني بزيد استهلاك بدخل السكر على العضلات. يعني مريض السكر يا دوب احنا مخلينه السكر ثابت فزيادة نشاط بدني إذا شديد بدخل السكر على العضلات بزيد نسبة هبوط السكر تمام بزيد نسبة الجفاف عند مريض السكر. يعني إذا عنده السكر برضه العكس إذا 300 أصلا بكون عندهم جفاف
بزيد نشاط بدني شديد، بزيد نسبة الجفاف. ما عندي مشكلة بالمشي لمريض سكري صايم يمشي خلال صيام. خلال الصيام. خلال الصيام. بس طبعا إذا بدي أعمل نشاط بدني شديد زي تنس زي كرة قدم، هذا يفضل بعد الفطور بساعتين لأربع ساعات، بكون هضم الأكل وبكون قادر أنه ينظم السكر خلال النشاط البدني. وبتنصحهم أنهم يقوموا بهذا النشاط البدني بعد الإفطار؟ يعني هل هذا الإشي بيساعدهم يمكن بشكل أكبر 100% لصحتهم وأيضا لصيامهم بالأيام؟ 100% بعد الفطور بساعتين أربع ساعات بيكون الأكل انهضم، بيكون جسمه جاهز لأي نشاط بدني، وزي ما تفضلتي أنه بهاي الفترة بيكون قادر أنه يفحص السكر أو يأكل أي إشي إذا صابه هبوط أو يشرب ماء إذا صابه جفاف. أما بالصيام الصراحة صعب. أوكي. طيب موضوع برضو المي، يعني هل بتفضل انه ينظموا كمية المي بعد الفطور برضو مرضى السكر اللي مسموح لهم انهم يصوموا؟ مهم جدا المي، بحكي لهم لو مش عطشان كل ساعة على الأقل اشرب كاسة، يعني فترة الفطور على 8 ساعات، لو مش عطشان كل ساعة يشرب كاسة، بده أقل إشي 8-12 كاسة مي. زي ما حكينا احنا مخاف من هبوط، مخاف من الارتفاع والحموضة، فهم معرضين للمسميهم اكستريمز، هبوط حديد او شاد شديد او ارتفاع شديد. فالمي بتحمي من الارتفاع الشديد. ممتاز. والجفاف طبعا. ممتاز. اذا يعني هاي هي التعليمات العامه اللي اليوم دكتور حسام الحوري استشاري الغدد الصماء والسكري في الجامعه الاردنيه حاولنا اكيد نسلط الضوء عليها لكل مرضى السكر. ان شاء الله يا ربي بالف سلامه، وان شاء الله بيمر عليهم شهر رمضان آمين. مبارك آمين. بيقدروا يصوموا وصحتهم آمين. ممتازه، وكل تفاصيل اكيد تكون بصالحهم. كل الشكر لإلك. شكرا لك، ورمضان مبارك ان شاء الله خلال يومين على الشعب الاردني وعلى جلاله سيدنا ان شاء الله. امين يا رب. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك.